اللي ما تقبل أن هذا القرآن كلام الله، تقول هذا القرآن بأصابع النبي الشخصية داخله، هذه خطأ. هذا كلام الله تعالى. اليوم حديثنا عن النظرية الثانية، الاعتقاد الثاني في القرآن الكريم. شنو الاعتقاد الثاني في القرآن الكريم؟ هو عبارة عن عصمة القرآن من التحريف، اليوم راح نحكي عنه. واعتقاد ثالث شنو كان؟ القرآن في اعتقادنا الثالث قلنا أولا كلام الله، ثانيا صيانة من التحريف، ثالثا شنو تذكرون؟ شنو؟ ما أسمع الصوت. معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي ثالثا. رابعا شنو الطلاب تذكرون؟ الاعتقاد الرابع في القرآن الكريم مكتوب عندكم بالكتاب، أيضا مكتوب، إحنا بالمحاضرة السابقة انطيناه. تفضل يا عمو. أن القرآن هو المصدر التشريعي الأول، هذا الاعتقاد الرابع. والاعتقاد الخامس شنو؟ اليوم الشباب، يلا شباب أنت قوم عم، إيه الاعتقاد الخامس بالقرآن شنو؟ ارفع الصوت شوية. الاعتقاد الخامس هو الإطلاق الزماني والمكاني، يعني امتداد القرآن الكريم لكل زمان وكل مكان. هاي خمس اعتقادات في القرآن. الاعتقاد الأول اشرحنا لكم أن القرآن كلام الله. الاعتقاد الثاني اليوم راح نحكي عنه، أن القرآن معصوم من التحريف. الدليل شنو؟ يعني الآن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن 1438 سنة للهجرة النبوية، ضيف لها 10 سنين كان النبي في مكة المكرمة، صار 1448 سنة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 1448. هذا القرآن كيف وصلنا سالما نقيا، لا زيادة لا نقيصة؟ يومئذ أيضا ماكو طباعة بالآلاف، يومئذ ماكو أجهزة كمبيوتر، يومئذ النساخ يستنسخون نسخة ونسختين وثلاث نسخ وعشر نسخ على جلد الغزال وعلى فكيف ما ضاعت آية؟ وكيف ما اشتبه أحد النساخين؟ احنا اليوم ايش قد يشتبهون؟ نقول اشتباه مطبعي. هذا السؤال، أن القرآن كيف بقي محفوظا مع أن كل الدلائل تقول، يعني كل الظروف الطبيعية تقول من الطبيعي أن يصير به شيء من التحريف، نسيانا جهلا أو عمدا، حكومات اجت منحرفة، شلون ما حرفت القرآن؟ نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على عصمة القرآن من التحريف؟ ما هو الدليل؟ تفضل عمي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زين، بعد من الطلاب؟ تفضلي أنت يا عمو. إحنا راح نقول يا شباب أكو عندنا 3 أدلة على أن هذا القرآن غير محرف نفسه. الدليل الأول نسميه الدليل التاريخي، الدليل الثاني الدليل القرآني، الدليل الثالث دليل الروايات الشريفة، أو لنقل دليل آل البيت، دليل عتر. هاي 3 أدلة على أن هذا القرآن اللي عندنا نفسه.
الدليل الأول الدليل التاريخي. شنو الدليل التاريخي؟ يعني ألخصكم الفكرة، إذا كان هذا القرآن صار به تحريف في العصر الأموي، لو في العصر العباسي، لو أيام ما قبل العصر الأموي، إذا أكو منافقون حرفوا القرآن، لو أكو يهود ونصارى مدوا أصابعهم لتحريف القرآن، أو حكومات بأهداف سياسية إجت حذفت آية لو أضافت آية، لو افترضنا هيك فرضي أكو، إذن أين كان التاريخ من تسجيل هذا الموضوع والاعتراض عليه والمعارضة سوف تتحرك ومجموعات مضادة أو مجموعات على حق؟ ما سمعنا صوت، يعني ما سمعنا صوت معارضة. شوفوا مثلا الإمام الحسين عليه السلام وقاد ثورته، شنو قال؟ قال أنا أما البدعة فقد أحييت وأما السنة فقد أميتت. يعني شا الراية على يزيد بن معاوية، شنو الراية؟ هاي راية معارضة. ليش معارضة؟ أنه أنتوا حرفتوا سنة رسول الله. شوف حمل راية معارضة. عجبا لو كانت تلك الحكومات أو اللي بعدها حرفت القرآن، أين المخلصون؟ أين الصالحون؟ أين الأئمة الأطهار؟ أين صحابة رسول الله؟ لماذا لا يوجد في التاريخ 1400 سنة الآن، قلنا 1448، لماذا لا يوجد أي إشارة وصوت واتهام وإدانة للآخر أنه أنت قمت بعملية بجريمة كبرى وهي تحريف القرآن الكريم؟ قاموا بجريمة قتل الحسين، الآن التاريخ كله يسجله. قاموا بجريمة الهجوم على المدينة المنورة، التاريخ كله يسجله. قاموا بجريمة رمي الكعبة بالمنجنيق، هذا كله على عصر يزيد 3 سنوات. جرائم صارت، أكو صوت معارضة، أكو تاريخ يكتب، حتى وإن كان قليل، حتى وإن كان معارض، حتى وإن كان سري. عجبا تحريف القرآن قضية كبيرة، كيف سكت عنها الأئمة عليهم السلام؟ كيف سكتت عنها أصوات المعارضة؟ عدم وجود أي صوت معارض يرفع راية التشهير بهاي الجريمة يدلل على أنه لا وجود لهذه الجريمة. مثلا الزهراء عليها السلام، الزهراء رفعت راية شنو؟ رفعت راية سلب الإمامة، والراية الثانية غصب فدك، وانتوا كلكم سامعيها، طلعت للمسجد النبوي دافع عن حقها في فدك، وخطبت نساء المهاجرين والأنصار الدافع عن حق الإمام علي عليه السلام في الإمامة. جيد، إذا كان هناك تحريف للقرآن الكريم، هل كانت تسكت الزهراء؟ هل كان يسكت علي عليه السلام؟ هل كان الحسن يسكت؟ هل كان الحسين يسكت؟ الآخرون، وأكو ناس كانوا ثوار وكانوا أبطال ووقفوا وعارضوا ونددوا بالجرائم، نددوا وقتلوا، هؤلاء لم نسمع لهم أي صوت معارض في قصة تحريف القرآن الكريم. مثلا يا شباب قصة مالك ابن نويرة، قصة مالك ابن نويرة شنو؟ أنه الخليفة الأول بعث وفد يجمعون الزكاة، مالك ابن نوير قال أنا أنطي الزكاة للخليفة الشرعي وهو علي بن أبي طالب، أنا أنبايع رسول الله على علي بن أبي طالب، الزكاة غير علي بن أبي طالب أنا ما أنطيها. صار ما صار، قتل وسبيت نسائهم، مالك ابن نوير شنو القضية اللي كانت عنده؟
أنه أنا ما أدفع الزكاة إلا لأهلها. هاي قضية استعد أن يقتل لأجل شنو؟ قضية الإمامة. أبو ذر كان يروح إلى الشام إلى قصور معاوية الحمراء ويقف ويصيح: من عرفني فقد عرفني، من لم يعرفني فأنا جندب ابن جنادة. أبو ذر الغفاري ويقرأ قوله تعالى الذي، يوقف بالشارع بالميدان: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مشير إلى قصور معاوية معارضة، ولكن ما تحدث لا أبو ذر ولا زهرة عليه السلام ولا مالك بن نويرة ولا الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا الإمام الصادق ولا بقية أئمتنا ولا غيرهم، ما تحدثوا عن شيء اسمه تحريف القرآن الكريم حتى في العصر الأموي. هذا يا طلاب وطالبات شو يسموه؟ يسموه الدليل التاريخي. دليل التاريخي أنه التاريخ لو أكو شي شغلة، مثلا هسه التاريخ كله يسجل أكو فرد طوفان صار بالبشرية بالكرة الأرضية اسمه طوفان نوح، صح؟ إذا أجا واحد قال يابا ورا 500 سنة صار طوفان ثاني أضخم منه أيضا كرف لك البشرية، نقول له ممنون كفرضية ممكنة، بس غير تطيني فد واحد بالتاريخ يثبتها شوية ما سامعيها. لو أكو هيك حدث عظيم طوفان وغرق البشرية شلون ما تسجل؟ مما يدلل على أنه إذا واحد قال لك صارت حرب عالمية رابعة ولكن مع الأسف الإعلام ما غطاها ما سجلها، قل له زين الإعلام غطى الحرب العالمية الأولى، غطى الحرب العالمية الثانية، إذا أكو حرب عالمية ثالثة لو رابعة لو خامسة وإحنا ما ندري بيها، زين ولا أكو واحد شايفها، ولا أكو بيها قتلى، ولا أكو بيها قنابل، ولا بيها استعمار، إذن ماكو، إذن ماكو. هذا نسميه الدليل التاريخي. الآن يا طلاب وطالبات الفكرة واضحة، عندكم هنا ملاحظة على هالتحليل؟ هذا اللي نسميه الدليل التاريخي، دليل تطمئن أنه وحق العباس هذا القرآن هو القرآن اللي نزل على رسول الله مو غيره. هاي الدليل التاريخي. الدليل الثاني، إذا ما عندكم الآن ملاحظة على الدليل الأول نمشي نروح للدليل الثاني. الدليل الثاني هو الدليل القرآني نفسه. خلينا نشوف القرآن شو يقول. اللي الطلاب ذكروا آية قرآنية صحيحة أو أكو آية قرآنية ثانية، القرآن نفسه شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية قرآنية. وآية قرآنية ثانية أيضا تقول عن القرآن، تقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. الباطل، التحريف، الحذف، الزيادة، النقيصة، الاندساس بعض الآيات والنصوص، هذا باطل. القرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن آيتين في القرآن الكريم تدلل على أن القرآن غير محرف. خلينا نشوف الآية الأولى. الآية الأولى في أي سورة؟ الآية الأولى وإنا له لحافظون. يقول وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر، سورة الحجر
جيد. سورة الحجر الآية 262، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه ليست 262، ربما 62 أيضا، لا بل يخلي نشوف الآية الكريمة لحافظون. بل الآية 9، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خوش، هاي الآية واضحة بدلالتها، الله يقول أنا حافظ القرآن، بس شوية خلي نشرح النظرية، شوية خلي نشرح النظرية. شوفوا احنا عندنا قانونين، قانون القدرة الإلهية وقانون الضمان الإلهي. الله قادر صحيح، بس هو الله ضمن، كون نثبت أنه ضمن. فأولا يجب أن نتأكد من القدرة الإلهية ونتأكد من الضمان الإلهي. الآن القدرة الإلهية، الله قادر على كل شيء، يقدر يحفظ القرآن من التحريف لو ما يقدر؟ يقدر. الله اللي جعلناها بردا وسلاما على إبراهيم، نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وإذا هذه النار المشتعلة صارت بردا وسلاما. بدون كلام يا شباب اللي توزعون الأوراق، هذا الكلام يؤثر علينا. نعم، وزعوا الأوراق بدون كلام، والطالبات أيضا بدون كلام. الله قادر صح، الله حفظ أنبياءه، الله تبارك وتعالى نعم أغرق فرعون وجيشه، فكان كل فرق كالطود العظيم في قصة موسى. موسى عبر النهر، اجى فرعون شاف هاي جزيرة، هاي جزيرة ماكو ماي، نهر النيل او البحر الابيض، مصر هم بيها نهر النيل صح، وهم بيها البحر. هسه القصة وين؟ في بحر لو على النهر، ممكن على نهر النيل مو البحر، نهر النيل. موسى عبر، صارت جزيرة، لكن أي جزيرة؟ يعني صار خط سريع، صعدت الأرض، ولكن الماء إلى جانبي هذا الشارع السريع الترابي، الماء القرآن يوصفه فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني هذه الموجة مرتفعة بارتفاع 50 متر، طود جبل، الماء عملاق لكن واقف ما يتحرك ما ينزل. الله أكبر، على الجانبين. أنت تصور موجة عملاقة 50 متر على طول هذا عرض هذا النهر، موجة وما يضرب يصعد ينزل لكن ما يلوح القاع، هالجانب وهالجانب. موسى عبر براحته، اضرب بعصاك البحر، عصا ضرب بها البحر فانفلق، صعدت الأرض، والماء كان كل فرق كالطود العظيم، عبر وراء جه فرعون، باوع شاف خوش هذا صار خط سريع، صار هذا مثل ما عبر موسى أخوانه معبر صح، عبر فرعون بين ما صاروا بالنص، ما بيها مجال بعد لا رجعة لا شردة، بين ما صاروا بالنص الله تبارك وتعالى أمر الأمواج كلها أن تنهار وغطاهم الماء. فقال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني هسه استسلم، قال هسه أنا صرت مؤمن بالله تعالى. القرآن يقول الآن، يعني هسه
الله قادر على كل شيء. فالله إذا أراد أن يحفظ موسى استطاع، إذا أراد أن يحفظ إبراهيم استطاع، إذا الله تعالى أراد أن يحفظ القرآن الكريم، يحفظ رسالته، يقول هذا القرآن أنا ما أسمح يتحرف، فالله قادر. في قصة العهد والوثيقة بين قريش وبين رسول الله، كتبوا وثيقة علقوه على جدار الكعبة، والحصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب استمر 3 سنين، حصار شديد، حصار، لا تجارة، لا بيع، لا شراء، لا علاقات رحمية، لا صلة، لا زواج، أبدا، محاصرين في شعب. إن شاء الله إذا رحت كلكم إلى مكة المكرمة هناك تسألون وتشوفون، لأن صاير اليوم، صاير الحرم مال مكة المكرمة واصل للشعب، يعني تطلع من المسجد الحرام تشوف شعب أبي طالب. شعب أبي طالب مثلث من أطرافه كله جبل، وإلى فتحة واحدة على الشارع العام، هذا يسموه شعب، مو وادي، يسموه شعب، يعني من 3 أطراف جبل، أي منطقة صغيرة، قول 2000 متر، قول 3000 متر. بني هاشم حاصرهم، قريش حاصرتهم هنا، سووا لهم بيوت خوص، بيوت شعر كذا، قعدوا، بس طولت القعدة 1، 2، 3، شهر، 2 شهر، طولت 3 سنين، حتى بلغت بهم المجاعة إلى أن كانوا يشدون حجر المجاعة، ماكو أكل، خبز ماكو، طحين ماكو، تمر ماكو، كل شيء ماكو. حينئذ وهنا توفيت خديجة، وهنا توفي أبو طالب، وهنا سمي هذا العام عام الأحزان. الآن الله يريد أن ينصر نبيه، شنو اللي صار؟ الله تبارك وتعالى أرسل الأرضة، يعني العثة، العثة، أرسلها على ذيك الوثيقة اللي معلقة بالمسجد على الكعبة، فأكلتها، أكلتها، 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 هي ورقة، أكلتها، ما بقى إلا اسم الله، ما بقى إلا باسمه تعالى، هذا هو. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أخبرهم، قل لهم إحنا عهد بيننا وبينكم، إذا الوثيقة سالمة الحصار يستمر، إذا الوثيقة مو سالمة يعني أنا أحكمكم ماكو وثيقة، وين توقيعي؟ ماكو توقيعي، وين الوثيقة؟ ما هي الوثيقة. خو كلام زين، يقول أجيب مستمسكاتك، ما عندك، إذا أنت ما عندك دليل. والله صدق، قالوا خو سهلة ذيك، ويا الوثيقة معلقة رأسا قبله، قالوا يوم إحنا نروح نشوفه، راحوا فتحوا فتحوا فتحوا، الله، شافوا كلها مأكولة إلا باسمه تعالى، بس هذه غلبوا. يعني الله قادر لو مو قادر على أن، معجزة، قدرة الله. قول عثة هي ما عندها خبرة ميدانية، ولا دارسة هندسة معمارية، ولا تعرف لغة، صح؟ بس الله تبارك وتعالى بقدرته على كل شيء حفظ باسمه تعالى، والبقية وكلت. احنا كمسلمين لا نشك في ان الله قادر على كل شيء. خوش هسه الله يقدر يحفظ القرآن؟ لو ما يقدر يحفظ القرآن، قادر. هذا المحور الاول. لكن المحور الثاني، هل ان الله تعالى ضمن ان يحفظ القرآن؟ خو قادر على كل شيء، قادر على أن أنت يصير عمرك 1000 سنة، بس يعني صار 1000 سنة؟ ما صار. هو مو كل شيء الله يقدر عليه يعني يسويه، يجوز الله يقدر عليه بس ما يسوي. فهل ضمن الله تعالى مشروع حفظ القرآن؟ هنا كون نجيب دليل. مثلا الله قادر على أن ينصر الإمام الحسين، قادر لو مو قادر؟ قادر، لكنه بالفعل نصره لو ما نصره في كربلاء، قتل الحسين. الله قادر، بس أكو دليل على أن الله تعالى تكفل بالموضوع. مثلا هنا مثال، أم موسى، تعرفوها أم موسى؟ موسى
هم لما لاحقها المخابرات، المخابرات الفرعونية يردون يأخذون موسى طفل، لأن تدرون فرعون شنو؟ فرعون انطول منجمين وانطول اللي معه أنه راح يولد بهالسنة ولد هو يسوي انقلاب عليك، يسوي ثورة يسقطك بيها. قال أخوه هاي سهلة، سوي قتل جماعي وفي ما إلا كل طفل ينولد عسام 10,000 واحد، جيبوا ذبحوا 10,000، 20,000 طغاة مقابر جماعية ما عندهم مشكلة. فأصبحوا يروحون للبيوت، ياهو الحامل ينتظروها بس تجيبها يأخذون انتهى يقطفوهم. هسه موسى ولد، الخبر المخابرات اشتغلت الفرعون أن يابا بهالبيت ترى أكو مولود، اجت المخابرات. الله تعالى أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. اليم يعني شنو؟ بحر أو نهر، يطلق على البحر ويطلق على النهر. فألقيه في اليم إنا له لحافظون، أو في آية أخرى إنا رادوه إليك، في هاي الآية هكذا إنا رادوه إليك وإنا له لحافظون. خلي نطلع هذه في كلمة رادوه، وأوحينا في سورة القصص الآية 7 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا النص الآية. الآن تقدر تقول أن الله أعطى ضمان الأم موسى لو ما الله أعطاها ضمان، يعني الله تعهد قال ذبي بالماء وما عليك أنا أرده، هاي ضمان. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا ضمان. الآن يا شباب الله قادر وضمن تنجح القضية. بالنسبة للقرآن الكريم الله تعالى قادر يحفظ القرآن، قادر ضمن وتعهد بحفظ القرآن لو ما ضمن وتعهد. هاي المحور الثاني، نقول نعم الله تعالى تكفل وتعهد بحفظ القرآن الكريم بدليل الآيتين اللي قريتوهن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والآية الثانية لا يأتيه الباطل من بين يديه. يعني الله يقول تطمئنوا هذا القرآن ما يجي باطل، لا قدام لا بالوسط لا بالنهاية أبدا. هذا القرآن الكريم، خلينا نشوف الآية القرآنية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، هذه آيات كثيرة في سورة فصلت، الآية 42، وإنه يعني القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآن يا شباب أنتوا إيه؟ أنتوا تفسير الآية، اجعل نفسك الآن مفسر، اجعل نفسك الآن مفسر. واحد يقول لك فسرني الآية، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، يعني الله تعالى أخبرنا بأن هذا القرآن محفوظ ومصون من التحريف. هذا شو نسميه؟ نسميه الضمان الإلهي. ف
فصار عندنا قدرة إلهية زائد انضمام إلهي يساوي أن القرآن محفوظ. قدرة إلهية على كل شيء زائد تعهد يساوي أن النتيجة هي أن القرآن محفوظ من التحريف. هذا نسميه طلاب وطالبات شو نسميه؟ نسميه الدليل القرآني على عصمة القرآن من التحريف. عندكم سؤال هنا يا شباب؟ يا طلاب وطالبات عندكم سؤال؟ لو نعبر هاي الفكرة بعد القدرة والضمان، لأن شرطين قدرة وضمان. الآن ننتقل للدليل الثالث. الدليل الثالث على عصمة القرآن من التحريف، الدليل الثالث شنو الطلاب وطالبات؟ مكتوب عندكم بالكتاب. الدليل الثالث دليل العترة النبوية، يعني أهل البيت بالنسبة إنهم مقياس. أهل البيت قالوا إن القرآن محرف، نقول محرف. أهل البيت ما قالوا محرف، قالوا غير محرف. إذن أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي مع الحق، الحق مع علي. إش ما يقول علي؟ إش ما يقول حسن؟ إش ما يقول حسين؟ إش ما يقول زين العابدين؟ هو صحيح، ذولا أئمة الهدى استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الدين ليحق الحق ويبطل الباطل. ماذا قال أهل البيت عن القرآن الكريم؟ إذا نشوف أئمتنا، نشوف أئمتنا قالوا اقرأوا كما يقرؤون، هو نفسه القرآن اللي كان بزمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق وزمن زين العابدين. أئمتنا والشيعة كانوا يقرؤون نفس ما يقرأه المسلمون الباقين مو غيرهم. ذاك اليوم اجاني فيديو صحيح يقول، فيديو مفصل، واحد من شباب بغداد، هاي جديدة بالألفين وخمسة، صار قتله قتاله معركة طائفية وكذا، هاجر إلى سوريا وهو ليس من الشيعة، يقول بل أنا كنت حاقد 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 على الشيعة، مو مشكلة، راح إلى سوريا، يقول دخلت بمعهد دراسات دينية، صعد أستاذ التاريخ والأديان، أصبح يحدثنا عن المذاهب الإسلامية، خوش، شرح المعتزلة، شرح الأشاعرة، شرح أعرض بخدمتكم شرح المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي الأوزاعي، كلهن شرحن، ما ذكر أكو مذهب اسمه مذهب أهل البيت شيعة ماكو. يقول أنا رفعت يدي قلت له أستاذ شو ما ذكرت مذهب الشيعة؟ هو مو محب للشيعة بس هذا كتاريخ وهو عايش ببغداد هو عارف العراق شنو صح؟ قال له أستاذ شو ما ذكرت مذهب الشيعة؟ قال له ذولا أصلا الشيعة مو مسلمين، أنا جاي أتحدث عن المذاهب الإسلامية، هذولا مو مسلمين. عجيب، زين هذا هم عايش ببغداد وشايف مساجدنا والأذان والصلاة كله شايفه. يقول قلت له أستاذ شلون مو مسلمين؟ ما تعطيني دليل؟ يقول قال بلي عندهم قرآن ما يعتقدون بقرآننا، هذا عندهم قرآن آخر بآيات ما شاء الله تحريفية. مثل إيش؟ يقول هكذا يقرؤون سورة الانشراح، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأستاذ جاي يقول له، يقول له شلون يقرؤون القرآن؟ يقرون بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك. يقول ذولا، طبعا هذا اتهام، استغفر الله، قال له شوف هذول الشيعة يعتقدون
بقرآن آخر أصلا، إذن ذولا مو مسلمين. هاي من جابها؟ وجعلنا على القافية والوزن، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا، هاي الإضافة، وجعلنا عليا صهرك. إذن أنا يا أيها الطالب، أنا ما ذول أعتبرهم جزء من المذاهب الإسلامية. يقول جيد، أنا كلش راح ألخص لكم الفكرة. يقول جيد، رحت إلى مكاتب الشيعة قلت لهم القضية كيت وكيت، أنتوا كفر عمي، أنتوا مو بس رافضة، أنتوا كفرة، تكذبون على الله على رسوله، هاي سورة الانشراح أنتوا تقروها وجعلنا عليا صهرك. قالوا لي ممنون عمي، دقعد اشرب شاي اشرب ماي، هاي المكتبة قدامك وهاي القرائن، روح شوفهم. يقول صدق، قمت أقلب واحد اثنين ثلاثة أربعة، نسخة أولى عاشرة، هاي طبع دمشق، هاي طبع المملكة العربية السعودية، هاي طبع إيران، هاي طبع العراق. يقول أبدا، سورة الانشراح نفسها اللي احنا نقراها. ارجعت قلت له يا أبا، هاي خافت مسوين تقيع لي، هاي جايب لك قرائن قشمراء قشمرة يعني. قال مو مشكلة. ذيك السيدة زينب خو مفتوح للعالم كله، روح لقرائن قلبها شوف تلقيت شي ولا اشلون ما لون راح. يقول شفت الناس والزوار، وهذا ابيض وهذا اسود وهذا افريقي، تبين ذولا بشر امه كبيرة. يقول مو مشكلة، رحت على القرائن. يقول 100 نسخة تبعتهم، 100 نسخة، 100 نسخة، 1 2 3 4 5، اجر الخامس اطلع سورة الانشراح ما بيها وجعلنا عليا صهرك، 1 6 7 8 9 10، أجر العاشر ماكو وجعلنا عليا صهرك، 11 12 13 14 15، أفتح القرآن يقول 100 نسخة تبعتهن فلم أجد. رجعت الأستاذي بالمعهد الدراسات الدينية قلت له أستاذ، 100 نسخة أنا قلبتهن، شو ماكو شيء عندهم قرآن غير قرآننا؟ هاي دليلك شنو أستاذي؟ أكو فرد ناس تاريخ يعني مصدر. يقول قال لي والله أنا ما شايفها بمصدر، أنا سامعها بكاسيت بس ما أتذكر الأستاذ منه، قبل 5 سنين كذا سامعها بكاسيت. يقول قلت له يا أستاذ، أنت مؤتمن على ديننا، أنت جاي تربينا معهد ديني بالشام، أنت جاي تربينا، زين تربينا على كاسيت ما تدري منه وين أو شنو يصير يعني؟ وهيك قضية أن عندنا فرد مئات الملايين نتهمهم بالكفر وهم يصلون ويصومون. قلت له أستاذ هذا ما يصير هيك شيء، مو مشكلة. يقول رجعت لبعض علماء الشيعة بالشام، هو يقول أنا ما زال قلبي يغلي على الشيعة، حاقد عليهم قلبي أسود عليهم. رجعت لبعض علمائهم قالوا لي زين، روح اقرا التاريخ، اقرا التاريخ ختكون معلومه، شوف التاريخ شنو. يقول رجعت قرات التاريخ من جديد، قرات علي بن ابي طالب، قالت مو مشكله يجوز هذا شاب، وابو بكر رجل شيخ وعده تجربه، ممكن هذا مشتبه. رجعت للحسن قلت مو مشكلة، معاوية داهية والسياسة تريد واحد داهية، والحسن كان إنسان في غاية التقوى ما يرهم للملوك، يا بهاي راحت. وصلت للحسين قلت هم مو مشكلة، الحسين شاب وسوى ثورة، ويزيد أخذ الحكم وراثي وقادر على أن يفتح الروم، إذن الحسين مشتبه، هاي هم راحت. تسمعون يا شباب، هذا من عندنا شباب هنا بغداد، شوفوا الأجواء شلون العقول مغسولة. يقول إلى أن وصلت إلى الزهراء عليه السلام، جيت قريت تاريخ فاطمة الزهراء، قريت التاريخ، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ابنتي سيدة نساء العالمين، باب فاطمة بابي،
وحجابها حجابي. يقول ذني قريتن بمصادرنا، ومصادر الشيعة موجودة. امشيت أقع عن الزهراء، وصلت إلى محاصرة الزهراء والهجوم على دارها وجمع الحطب على دارها. يقول هاي هم بمصادرنا موجودة، مو مصادركم شيعة، ومصادرنا الإمامة والسياسة لابن قتيبة هاي موجودة، جمعوا الحطب. وحتى قيل له إن في الدار فاطمة، قال وين؟ في الدار الحسن والحسين، تحرق الدار، قال وين؟ يقول وصلت إلى هالمقطع صار عندي تحول، أنه لا والله إحنا نتبع ناس قادوا حربا على بنت رسول الله، إيه هاي ما منطقية، وبنت رسول الله هذه سيدة نساء العالمين باتفاقنا كل إحنا، إذن وين الحق وين الباطل؟ يقول يومئذ قلت لا والله لا أقبل مذهبا يعتدي على بنت رسول الله ويجمع عليها الحطب ويحرق دارها، لا والله، حتى لو أقتل وأقطع أنا ما مستعد أبقى على ذيك الأفكار. محل الشاهد وين كان يا شباب؟ هاي عبرناها، وصلنا إلى قصة العترة الطاهرة. أهل البيت عليهم السلام هم بذيك الظروف، لكن قالوا اقرأوا كما يقرؤون الإمام الباقر عليه السلام، اقرأوا كما يقرأ الناس، نفس القرآن اقرأوا. هسه احنا نروح للحج، هناك توصل للمطار يطوك قرآن كريم، هذا هدية الملك فهد أيام فهد، يطول كل احنا نقربي لو ما نقربي، هذا نفس قرآننا، هسه مكتوب عليه فهد، لو مكتوب عليه عبد الله، لو مكتوب عليه عبد الحسين، المهم هذا القرآن نفس قرآن، لو كان غير قرآن ما نأخذه أو ما نقرأ به. أهل البيت عليهم السلام قالوا لنا اقرأ كما يقرأ الناس، بل أكثر من هذا أهل البيت الإمام الصادق إيش قال؟ قال شوفوا يا شيعتنا، كل ما تسمعون من روايات عنا اعرضوها على كتاب الله، هذا القرآن اللي بيدكم يومئذ أو هسا، اعرض الروايات على القرآن الكريم، فما وافق فخذوه وما خالف فذروه. إذن القرآن والنسخ الموجودة يومئذ الإمام الصادق اعطاها شرعية واعتبرها هي الحجة، نعرض الروايات عليها، يعني الأصل هو القرآن والثاني السنة، المقياس الفلتر شنو؟ القرآن. يا قرآن نفس القرآن الموجود عند الناس، مو قرآن آخر، لا نفس الموجود عند الناس، هذا دليل. شو نسميه؟ نسميه العترة، يعني احنا نقول أئمتنا عليهم السلام هم أيدوا هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس، أيدوه. الآن انت من الناس يقولوا لك يا بعدكم قرآن غير قرآن، قل له والله عمي أنا شايف علمائنا وشايف أساتذتنا وشايف مكتباتنا وشايف مساجدنا وشايف أئمتنا، نروح نقرأ نفس القرآن اللي لو طبع دمشق لو طبع السعودية لو طبع العراق لو طبع بيروت كله نفس الشيء عندنا، شو ما واحد من علمائنا اعترضوا وقال لا، نطلع بالموبايل أيضا نطلع الآيات القرآنية مال عبد الباسط وغير عبد الباسط نفس الشيء. إذن هو هذا دليل، لو كان أكو شيء تحريف لما كان علماءنا بعد أئمتنا يستدلون بنفس القرآن المتداول الآن والموجود بالمكتبات والمطابع والكمبيوترات والآخرين. هذا دليل العترة الطاهرة على سلامة القرآن الكريم من التحريف. هذني موجودات يا طلاب وطالبات، وين الفصل الأخير في كتاب دفاع عن القرآن بالفهرست، تشوفوا هذا داخل بالامتحان، هذا داخل بالامتحان إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.